أغنية من الزمن الجميل بتأثر فينا لحد دلوقتي، كتبها مرسي جميل عزيز ولحنها كمال الطويل وغناها عبد المنعم مدبولي في فيلم استعراض. ورغم ان الفيلم كان فيه أغاني كتير للمطربة عفاف راضي، لكن الأغنية دي كانت أنجح أغاني فيلم مولد يا دنيا. حكاية الأغنية بدأت قبل الفيلم بسنين لما أخرج حسين كمال لفرقة الفنانين المتحدين مسرحية بامبا كاشر، واللي كانت بطولة نادية لطفي وعبد المنعم مدبولي. وكالعادة أبدع مدبولي في أدائه في المسرحية، وخصوصا في الفصل الأخير اللي قدر فيه مدبولي يضحك الجمهور ويبكيه في نفس الوقت. الفصل اللي كانت بتخرج منه نادية لطفي بعد قفل الستارة منهارة، والسبب أداء مدبولي. وبعد سنين من عرض المسرحية يكلم المخرج حسين كمال عبد المنعم مدبولي ويقول له أنا خلاص عرفت إمكانياتك سواء في الكوميديا أو التراجيديا، وإداله سيناريو وقال له خد السيناريو ده اقراه. وده كان سيناريو فيلم مولد يا دنيا، ودور ريشة المرشح ليه عبد المنعم مدبولي. وبعد كام يوم حسين كمال يقول لمدبولي الدور ده في اغنية، وبعت له ورقة فيها 6 أو 7 اغاني عن الحصان، ولما قراهم مدبولي قال مفيش ولا واحدة شدتني. فقال له حسين بكرة هبعت لك اغنية تانية. وتاني يوم اجتمعوا في شركة صوت الفن وقرا مدبولي اغنية طيب يا صبر طيب، وعجبته الاغنية جدا. وبعد بعت حسين كلمات الأغنية لكمال الطويل علشان يلحنها، وقال لمدبولي روح لكمال الطويل واسمع منه اللحن. لكن في الفترة دي مدبولي كان ملخوم بعربيته وكان رايح يصلحها في شركة صيانة في غمرة، وبالصدفة قابل هناك كمال الطويل هو كمان بيصلح عربيته، وقال له كمال تعالى سمعك اللحن. وقفوا على جنب في الشارع ورا عربية وسمع مدبولي لحن وعجبه جدا، وقال له كمال الطويل تعالى لي بعد بكرة في بيتنا نجات الصغيرة علشان احفظك الاغنية. وفعلا راح مدبولي في بيت نجات، ولما سمعت نجات الصغيرة الاغنية قالت انا عايزة اغني الاغنية دي. وفي يوم التسجيل حسين كمال كان واقف قدام مدبولي في الاستوديو بيقول له بتعبيرات وشه الاجزاء اللي المفروض مدبولي هيعيط فيها، وكان من ضمن الموسيقيين عمار الشريعي اللي قدر بتقسيمات الاورج يرقص مدبولي على لحن الاغنية. وبدأ حسين كمال تصوير الفيلم بالاغنية دي، واخدوا في التصوير 5 أيام، وعمل لها حسين مونتاج بسرعة وجاب محمد عبد الوهاب يسمع الأغنية. حسين كمال قال لمدبولي ان محمد عبد الوهاب لما سمع الأغنية عيني دمعت، وبقت من انجح اغاني الفيلم، وفضلت الأغنية علامة مميزة في تاريخ زمن الفن الجميل ولسه بتأثر فينا حد دلوقتي. لكل أغنية اصل وحكاية، واحنا موجودين هنا علشان نعرف اصل الحكاية. لو عجبك الفيديو اعمل شير ولايك.